السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نعمل معادلات بسيطة زي الاكسل في قلب برنامج الوورد عشان نفهم القصة. ان انا ممكن اعمل مثلا جدول زي اللي جدول الاكسل، بس لما تيجي تحصل على المجموع بتضطر بقى تجيب آلة حاسبة وتقعد تحسب وحاجات زي كده. فخليني نبدأ مع بعض، اقول له انسيرت واقول له تيبل وابدأ اختار مثلا عدد الخلايا بالشكل دوت. طيب خلي ده جدول اكسل مثلا، فمفروض ان ده العمود ده ايه بي سي دي، وهنا هيبقى 1 2 3 4 5 وهكذا. يعني ده A1 تمام، ده B1، ده A2، وده هيبقى B2 تمام. دي القصة. طيب انا بقى هنا عايز ابدأ اعمل مثلا معادلة نجمع الارقام ديت، وليكن انا عندي مثلا هنا الدرجات بتاعت مثلا 20 10 30 40 تمام، وعايز ابدا اظهر المجموع هنا. فاجي هنا على اللي اوت واقول له انا عايز احط المعادله، هو كاتب لي المعادله جاهزه سام ابف اوكي، فيبدا يجيب لي المجموع. طيب لو انا لاي سبب غيرت الرقم ده وخليته 30 وخليت ده 20 طيب نيجي هنا هقول له المعادله واقول له سام اباف واقول له اوكي، يبقى احنا كده خدنا بالنا ان هو مش عامل زي الاكسل هيطور نفسه بنفسه، لا انا لازم اجي هنا واقول له المعادله واقول له اعمل لي ديت. ممكن اقول له هنا اجمع لي مثلا A1 و مثلا A4، فجمع لي A1 مع A4 30 و40 70. فتقدر تكتب بالمعادلات اللي موجودة في الاكسل بس مش بنفس القوة، وهتفقد ميزة اللي هو ان هو يطور نفسه بنفسه. دي ملحوظة بقولها على اساس محدش يفتكر ان هو بيجمع مع نفسه تمام. بس هي الفكرة كلها فعلا وفرت معايا وقت كتير لما عرفت المعلومة ديت، ان ممكن يكون عندي ارقام فبدل ما اخد الجدول وارجعه للاكسل واقعد اعمل عليه الحسابات وارجعه تاني للوورد او اجيب آلة حاسبة، بقيت اعمل المعادلة وهو يبدأ يحسب لي الارقام الصح يعني.